مكاوي خبيرة تجميل مغربية 25 عام. المكياج كان عندي هواية وكان عندي ان دون كيف ما كنقولوا من الصغر ديالي، فملي كانت عندي 4 أو 5 أن انا كنهز لي بانسو في يدي وانا كنهز لي روج ا ليفغ في يدي وانا كيعجبني المكياج وانا كنتعلم. تلقيت دعم كبير من العائلة ديالي بحكم أنني كان كيعجبني المكياج وكنت أنا الميك أب أرتست ديال العائلة، ففين ما كانت كتكون شي مناسبة عائلية فأنا اللي كنت كندير لهم المكياج وأنا كنت سباقة لهم في مثل هذه المناسبات. انا من غير ان المكياج عندي كما قلت لكم هوايه وحب ديالي للمكياج كان عندي من الصغر ديالي، فانا درست بزاف ديال لي فورماسيون، درست بزاف ديال الدورات التجميليه داخل وخارج المغرب في الدول العربيه واوروبيه، مع انني كنت في لبنان استقريت تما واحد المده، تما درت اكاديمي اوف ميك اب، تما كانت البدايه ديالي. كيف ما قلتي كل واحد عنده اللمسه ديالو، كل واحد عنده لاتوش ديالو، انا كيعجبني ان الناس ملي كيشوفوا المكياج كيعرفوا انه مكياج ديالي. انا كنركز على الاضاءه، كيعجبني بزاف ندير مكياج لوميير بوغ لي ماريي، كنركز على لو طون انه يجي لو طون اكزاكت ديال لا بيرسون، كنركز على لي زو على لي سورسيل، كيعجبني ندير لي سورسيل بلا تكنيك 3 دي بوال بار بوال، كيعجبني نركز على العيون ونخليها تبرز أكثر شيء في الوجه. الطموحات المستقبلية ديالي هو أنني نخلي واحد البصمة وواحد التابع في العالم ديال المكياج، وإن شاء الله ندير ماركة ديالي اللي تكون ماركة معروفة وتكون في المغرب وفي خارج المغرب إن شاء الله. الوغ نصحهم في المكياج ولا في الحياه الزوجيه؟ في المكياج. اوكي، الوغ في المكياج نصحهم يتهلاو في البشره ديالهم، يعتنيو بالبشره ديالهم من غير ما تعرف راسها انها غتزوج. البنات كلهم خصهم يتهلاو في البشره ديالهم، ليدغاتاسيون مهمه بزاف، الكريم ديال الليل مهم بزاف بزاف باش كنحافظوا على البشره ديالنا. ملي كتجينا شي مناسبه ماشي عاد كنبقاو كنجريو كنقلبوا على لي زاستوس، كتكون ديجا عندنا لا باز والمكياج كيجينا زوين وكيطلع احسن. هذه النصيحه الاولى. النصيحه الثانيه، يعتنيوا بالاكل ديالهم، بالتوازن ديال الاكل ديالهم، يبعدوا على الفاست فود اللي كيخرجوا لنا لاكني، اللي كيخرجوا لنا دي زامبيرفيكسيون في لابو ديالنا. نحاولوا ناكلوا هيلثي قدر ما قدر قداش ما قدرنا. النصيحه الثالثه انهم يختاروا ماركات معروفه ديال المكياج اللي يستعملوهم، لان كاينين بزاف ديال المنسوجات اللي ولاو دابا اللي كيخرجوا على البشره وكيدمروا البشره، فدائما انا كنصح الناس انهم يستعملوا ماركات اللي هما معروفه وميديكال طبيه باش تبقى النضاره ديال البشره ديالهم ويحتفظوا على الجوده ديال البشره ديالهم. فكنصحهم انهم يكون عندهم برودوي واحد جوده ديالو عاليه، حسن يكون عندهم بزاف ديال لي برودوي كما قلتي ديال 5 دراهم و 10 دراهم، هذا اللي جوده ديالهم يعني خايبه، راه لابو كتضرر كونوا متاكدين. سورتو مع الشمس هذوك لي برودوي كيحتويو على واحد المواد اللي الله يحفظ مسرطنه ومواد اللي كتدمر البشره ديالنا، فدائما حاولوا انكم تاخذوا ماركات اللي هما معروفه اللي ما غاديش يضروا البشره ديالكم. انا في الحقيقه كنتابع العرب، يعني دي ميك اب ارتست في الدول العربيه بحال معصومه بحال حنان نجاده، كاينين تبارك الله بزاف ديال المواهب عربيه اللي كيعجبوني وكنتبعهم حتى في المغرب تبارك الله. كما قلت لك كلها واللمسه ديالو كلها وزعما لاتوش ديالو في المكياج. في المغرب صراحه ما عنديش منافس، كنعتبر راسي
عندي زعما عندي اللمسه ديالي الخاصه وما كان ما كنحطش حدايا شي واحد زعما باش ينافسني ما عنديش شي انا جويل كتعجبني بزاف كشخصيه وكنحترمها بزاف تبارك الله امراه ناجحه وقدوه يعني قدرت انها تحقق نجاح كبير في العالم العربي فانا كنحطها كقدوه ديالي يعني ليا شرف انني نولي بحالها شي مره ان شاء الله وكنتمنى هادشي هي بصراحة عندنا أسعار مزيانة يعني في متناول ديال الجميع عندنا كنبداو من ثمن بسيط حتى لثمن عالي على حسب الناس شنو باغين على حسب ما قدرش نحدد لك الأثمنة ولكن عندنا أثمنة مناسبة عندنا ابتداء من 3000 درهم ديفا تبارك الله كتعجبني بزاف 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 فخر المغاربه كاملين المكياج ديالها زوين ومن الناس اللي كنتمنى انني نخدم معاهم لانني عارفه ان لاتوش ديالي ليها غادي تكون صغيره بزاف تبارك الله جميله بزاف بزاف وزعما كنتمنى انني ندير لها المكياج باش غادي تبان في صوره اخرى وتبارك الله عليها كتعجبنا كاملين فنانه اللي كنفتخروا بها وكما قلت لك عز وفخر للمغاربه كاملين المكياج ديالها زوين بزاف هي صراحه دنيا بطمه المكياج اللي كدير في الخليج احسن من المكياج اللي كدير في المغرب يعني انا بالنسبه ليا في المغرب ما عمر شي واحد ما دار لها مكياج اللي غيجي معها 100% هي تبارك الله زوينه بلا مكياج فريمون حرفاتها زوينين ففي الخليج كيسرعوا لها المكياج اكثر من المغرب سلمى رشيد هي فنانه غزاله وصوت رائع مكياج ديالها زوين ولكن ما عمر شي واحد ما دار لها مكياج زعما اللي غيناسبها 100% كدير مكياج زوين ولكن تقدر تطلع احسن من هكاك بزاف بزاف عندها حرفاتها زوينين بزاف فاطمه خير ممثله غزاله ديالنا ما عمرني ما شفت فاطمه خير دايره مكياج كومبلي بروفيسيونيل زعما كامل ودايره جلسه تصوير مع انها ما شاء الله من جميلات المغرب فكت هي دائما كتعتمد في المكياج ديالها على مكياج خفيف مكياج جوجور كيجي معاها كتبان مودرن كدير ميد نو ميك اب النهار اللي غادي دير مكياج بروفيسيونيل وكامل فغادي يكون واحد صغير كبير في الشكل ديالها وغتجي غزاله اكيد عربيه كيعجبني المكياج ديال بلقيس وكتعجبني بزاف هذيك الفنانه كنتمنى انني نتعامل معاها كيعجبني المكياج ديال نانسي كدير مكياج هادي والمكياج نيود اللي كيجي كلاس وكيبقى دائما توندونس ودائما ما كيديموداش بزاف ديال الفنانات ما شاء الله دوس واحد المرحله اللي هي صعيبه في حياتي ما كانتش نهائيا سهله فكنت كنت حملت وحتى وصلت لست شهور وتوفى البيبي في كلشي وعاد كنت يعني تنقلت لفرنسا وولدت تما ودوس واحد الظروف اللي هي صعيبه كنت دخلت في واحد لا ديبرسيون ما كنتش كنهضر كنت غير كنبكي كنت غير هذا من الحمد لله شنو غادي ديري يعني ملي كتكون مكتبه لك شي حاجه راكي كدوزيها كنتمنى من الله انه يعوضني ان شاء الله ومع انها كانت فتره صعيبه لما واخا كنحاول ننسى يعني دائما الصوره اللي كنعطيو في لي ريزو سوسيو وراه ماشي هي الحقيقيه صراحه يعني نقدر نكون كندير ستوري وانا كنضحك ونسى لي ستوري ومبدا نبكي صعيبه بزاف والحمد لله على كل حال شنو نقول لك انا راه شويه مصحابه داك الروتين اليومي يعني انا كنصور شويه بحكم ان البنات بزاف كيطلبوا مني انني نشارك معاهم وصفات ديال الطبخ باش يستافدوا وصفات طبيعيه وصفات بحكم الخبره اللي عندي فيهم انا كنحاول انني نشارك مع لي فولوورز ديالي
علاش؟ لانني دائما مع الفكره ديال ان لي فولوغز دائما خصهم يستافدوا منك، يعني ما هما متبعينك الا باش يستافدوا منك، يشوفوك شنو كطيبي، يشوفوك شنو كديري وجهك، شنو كديري شعرك، شنو كديري لهذا، باش كوم سا كيتبعوك على شي حاجه اللي كتفيديهم، ماشي غتحطي لهم غير لي فوتو ديال لي ماغي طلعي لهم فراسهم. فانا كنتشارك مع الناس، يعني كنتشارك مع الناس اللي كيتابعوني بزاف، واحد الجزء من حياتي، منهم صور، منهم وصفات، منهم بزاف الحوايج. رسالتي للمرأة المغربية، أنا كنحييها من هذا المنبر بكونها مرأة مكافحة ومرأة مثابرة وكتضحي بزاف على أولادها وعلى الأسرة ديالها وعلى البيت ديالها باش تحفظه، فكنحييها من هذا المنبر، وكنتمنى دائما نشوفها الفوق 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 الفوق.